السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الجزء الثالث لموديل إسباني اللي غادي نخدمو فيه نستوق بالنسبة للسيدات اللي ما شافوش الأجزاء السابقة. الجزء الأول الجزء الثاني غادي تلقاو الروابط أسفل الفيديو الوصف. بالنسبة للفيديو ديال اليوم فغادي نخدمو معكم هاد الدرس هذا اللي غادي نديرو في هاد الحاشية. الحاشية هذه أنا خليت لكم شوية باش نوريكم الطريقة ديال الخدمة. المهم أنا درتو كامل ها هو، وخليت هاد شوية هذه باش نوريكم الطريقة كيفاش كتخدم. إن شاء الله درس صغير تقدروا ديرو في تخدمو في أي حاشية ديال النستق. المهم البنات توكلوا على الله، نبداو بسم الله. الخيط نبروم على 4 مسمار نمرة 12 بسم الله. كنخدمو 5 ديال الأعمدة. ثلاثة أربعة خمسة. غنجي لهاد البلاصة ندير فيها غرزة حشو، ونجي لهاد البلاصة هاد البلاصة هادي هنا فين غنخدمو 5 ديال الأعمدة. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. المهم البنات أنا خدمت بشوية باش كلشي يفهم الطريقة. أربعة نزيدو خمسة نجي لهاد البلاصة هادي ها هي، ندير فيها غرزة حشو، ندور الخيط على المسمار ونجي لهاد البلاصة هادي ها هي، نخدمو فيها 5 ديال الأعمدة. هادي ما كنحسبوهاش، كنبداو واحد ثانية ثالث رابع الخامس. نجي لهاد البلاصة هادي واحد جوج ثلاثة أربعة الخمسة. خمسة ديال الأعمدة نجي لهاد البلاصة هادي هادي ما كنحسبوهاش، هادي باش كنزيرو. دابا غنبدا نحسب واحد جوج
ثلاثة أربعة خمسة، نشيل هاد البلاصة هادي، معرفتش اش كتبان ليكم، قرب شوية هادي، ندير فيها غرزة حشو، ندور الخيط على المسمار ونشيل هاد البلاصة هادي هادي ما كنحسبوهاش، كنبدا دابا هادي هي الاولى، واحد جوج تالتة رابعة الخامسة نفس الحاجة، كنشيو هاد هاتي هاد البلاصة هادي، هادي ما كنحسبوهاش كنسيرو بها الخدمة، عاد كنبدا واحد جوج ثلاثة ثلاثة أربعة الخمسة، نشيل هاد البلاصة هادي اللي حداها ندير فيها غرزة حشو، هادي ما كنحسبوهاش، دابا غنبداو نحسبو خمسة. واحد جوج ثلاثة أربعة الخمسة، نشوف هذه لحدها غادي نبداو ديرو خمسة، هاو التاني على بلاصة هادي، واحد جوج ثلاثة الرابعة الخامسة، ونجي هاد البلاصة عاود تاني لحداها، دايما نفس البلاصة نخدمو في بلاصة، نديرو غرزة الحشوة في بلاصة لحداها باش تجينا خدمة مقادة، ماشي نفس العبار. غنبداو خمسة، نجي هادي اللي عداها،
نزير ديما نزير الخيط. نبداو نديرو خمسة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. نجي هاد البلاصة لي حداها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. نجي لهادي لي حداها نفس البنات نفس الخدمة. دابا بقات ليا وحدة غنبداو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. دابا نجي هاد البلاصة الأخرى نديرو فيها غرزة حشو. المهم البنات الدرس صافي ساليتو ناقص على الخيط ندير غرزة هكا نقص على الخيط. نخرج الخيط المهم البنات المهم الطرس صافي كملتو حتى كيتصلح ان شاء الله عاد كتبان الخدمه زوينه حتى كيتصلح. المهم هادي هي فين كتحل الجلابه من هنا مزال غادي ندير هذاك الطرس من هنا من هاد البلاصه هادي هذا كنديرو مع القب حتى كنركبو عاد كنخدمو الطرس اللي في القب ان شاء الله. عاد نزوق ان شاء الله بالعقيق الحصه الجايه ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش تزوقوا ان شاء الله. مي ما نزوقوا المهم انا باقي ما خديتش العقيق الصغير كريستال باقي ما خديتوش. المهم حتى ناخذ ان شاء الله نوريكم الطريقه ديال تركيب العقيق ان شاء الله نبات العقيق. يلا السلام عليكم. يلا كنتمنى تعجبكم الخدمه ان شاء الله والدراري الاشتراك شكرا بزاف.